معرض للرسومات الكاريكاتيرية فريد من نوعه. لوحات فنية علقت على هذا الجدار في هذا الشارع الهادئ وسط البلدة القديمة بمدينة رام الله، حتى يراها كل العابرين ويتعرفوا على جزء يسير من المعاناة اليومية لأبناء شعبنا على يد الاحتلال وداعميه. هو معرض دولي بتحدث عن قضية إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتقال الأطفال، كان مؤخرا منهم عهد التميمي وجنيد من الخليل والجنيدي من الخليل، وفي كمان شادي فراح وغيرهم من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال. المعرض جتني، فكرة المعرض جتني لما بعد إصدار قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل، توجهت إلى بلدية رام الله بالفكرة بأنه ممكن ندعو فنانين من العالم ليشاركوا في معرض حول هذه القضايا، ووافقوا على القضية على الفكرة وتبنوها. هذا المعرض هو جزء من فعاليات بلدية رام الله الوطنية أيضا اللي بتلامس حياة الناس، وهو مخصص المعرض لموضوع القدس وخاصة بعد قرار ترامب الأخير. 150 فنانا من 40 دولة من كل قارات العالم أرسلوا لوحاتهم الكاريكاتيرية لتعرض في رام الله وصرخوا بجميع اللغات: فليسقط الاحتلال والقدس عاصمة لفلسطين، وأن أوقفوا اعتقال الأطفال. بدأت أعمل على مراسلة فنانين الكاريكاتير حول العالم، ومن خلال علاقتي الشخصية معهم، من خلال بعض المؤسسات اللي أنا بعمل معها، مثل كرتون موفمنت، كرتون فور بيس، رابطة رسامي الكاريكاتير الإسكندنافيين، سي آر إن آي وغيرها من المؤسسات المهتمة في الكاريكاتير. طبعا بعدها أرسلوا الفنانين لوحاتهم وقمنا هذا المعرض في مدينة رام الله. نتمنى إحنا كبلدية إنه هذا المعرض يجوب كمان كل المدن الفلسطينية، وإحنا بنرحب بأنهم ياخذوا منا هذه الصور ويتعرض لها كل الجمهور الفلسطيني والشعب الفلسطيني ويشوفوا مقدار التضامن اللي كان دولي مع القضية الفلسطينية. ومن المقرر بحسب المنظمين أن ينتقل المعرض إلى مدينة القدس ومنها إلى فرنسا ثم بلجيكا فهولندا، حاملا دعوة من فلسطين إلى العالم أن ساندوا الشعب الفلسطيني الذي يقاوم آخر احتلال عسكري على وجه المعمورة. لتلفزيون القدس، مصعب أبو سيف.